يعني وقت، خلينا نقول وقت دقيق، خلاص يعني اقل من شهر على البطوله الافريقيه، وتغيير فايولت دلوقتي تاريخ حاجه غريبه. ليه؟ ليه يتغير دلوقتي؟ هو مش غريب نظرا للدوافع او الاسباب اللي خلت ده يحصل. النادي الاهلي بالعكس كان لما جاب فايلر اتهاجم كتير جدا ان انتوا جايبين مدرب السي في بتاعه ضعيف، لكن الاهلي اداله كل الدعم الممكن، وفر له كل المطلوب. وقبل ازمه، قبل كورونا والتوقف ده، كان الاهلي مش كويس جدا. الراجل كان بيشتغل على كل تفصيله في الفريق، على اداء اللعيبه، كل حاجه في النادي تقريبا كان بيتدخل فيها، والنادي كان سايب له مساحه كبيره جدا يتحرك زي ما هو عايز ويطلب اللي هو عايزه. يعني ما كانش تقريبا، هو كمان ما كانش بيسيب تفصيله في الفريق، عشان كده شفنا الاهلي كان عامل سلسله فوز متتالي واداء كبير جدا. بعد ازمه كورونا ومع رجوع الدوري مره تانية، في تغير كبير جدا في تعامل فايلر مع الاهلي. يعني مثلا في من المعلومات ان فايلر ما كانش بيقعد مع الفريق في نفس الفندق الاقامه قبل الماتش، كان بيفضل في الفندق بتاعه، ما كانش بيتحرك. التفاصيل اللي كان بيهتم بيها ما بقاش مهتم بيها قوي، اخطائه بقت كتير جدا في الماتشات، تغييرات وغلط، اعتماد على في لاعبين في اوقات بشكل خاطئ. فبالتالي في حاجه غلط في الاداء، غلط التفاوض، حتى رغم انه جدد سنه مع الاهلي بغض النظر عن وجود شرط جزائي يمكنه من الرحيل او لا، لكن ففي الاداء نفسه في مشكله. ده اللي خلى اداره الاهلي تحس ان الراجل ده مش مركز مع الفريق بشكل جيد. هو فعلا ما كانش مركز مع الفريق بشكل جيد. هو تفاوض مع بعض، فريق مصري مع بيراميدز مع فريق بلجيكي وفريق فرنسي، في كان عنده عروض كتير، كان بيتكلم مع ونادي سعودي ونادي اماراتي، كان فمش مركز مع الاهلي. بالتالي الاهلي كان عايز يحسم القصه دي بحيث ان هو يبقى مركز اكتر مع الاهلي. فحصل تفاوض معاه اكتر من مره، اللي هو لازم تجديد العقد، هنلغي الشرط ده. هو راجل كل شويه شروطه وطلباته غريبه، انا عايز اسافر اشوف اسرتي، انا عايز ارجع، انا كان في نوع من المماطله. بالظبط، في مماطله كبيره جدا. فالاهلي لا، الاسلوب ده مش هينفعنا، انت عايز تسافر احنا هنسفرك، اوكي مفيش مشكله، لكن هنلغي الشرط ده الموجود ده وتمضي العقد قبل ما تسافر، بحيث ابقى انا مطمن ان انت مكمل معايا. لكن انت لو هتكمل معايا بطوله افريقيا وانت مش مركز معايا ولمده شهر وبعدين هتسيبني وتمشي، انا اللي هخسر مش انت اللي هتخسر. عشان كده كان كل الطرق بتؤدي الى رحيل رينيه فايلر عن الاهلي.